شابه مختلعه عقليا متشرده كتسكن ما بين الازقه ديال الدرب الكبير. كان سبق لينا حنا كمكتب عيطنا للامبيلونس وجات وداوها، وكان تدخل ديال السيد قائد مشكور على الملحقه 19. ولكن السيده اللي كنا حنا كنتمناو ان يعني المستشفى اللي غتستقبلها انها تهتم بهذ السيده، لانها رغم انها متشرده ورغم انها مختله عقليا فهي كتبقى مواطنه مغربيه وعندها واحد الواجبات وحقوق، من بين هذه الحقوق هو الرعايه والتطبيب. ولكن للاسف شديد حنا فرحنا قلنا السيده راه غيشدوها وغيعانيو بها، لكن تفاجئنا بان السيده مازال كدور هنا بين ازقه ديال الدرب كبير. ودابا السيده راه كما كتشوفوا انها راه كتعيش تحت غطاء السماء الدنيا، وهذا راه تيحز في القلب. كانت تجي امها صاحبه عدوسي بنت هذيك باقه كاع ما مراش دوات كرفسوا على باقه بنت، فهمتي؟ صافي سميتها غيزلان، القانون غيزلان. امها ماتت باها ميت، كانت تجي عندنا للدار امها كانت صاحبه عدوسي الله يرحمها، ما كانتش تحيد من عندنا من الدار. غيزلان كانت بعقلها، دابا 4 سنين باش مرضات مرض عقلي، شدوها وحدين في كراج النعناع كرفسوا عليها ولات حامله. دابا وصل دابا شهرها، البارح جاها الوجع واليوم قلت لها غيزلان دخلي معايا للدار، قالت لي لا، قلت لها يلا دخلي، قالت لك لا، قلت لها خرج لها سدارة انا نعسة هنا. دابا 15 يوم وهي مسكينة تتجي هنايا، تتغيب يومين تتغيب 3 ايام وتما تجي عاوتاني عندي تدق عليا. صافي تنخرج لها اللي قسم الله كل شيء، في الاخر دابا ملي قربت تولد شديتها حدايا هنايا. قلنا لهم نقولوها للصحافة ونقولوها للجمعية هما تيشوفوا فينا، لا بغاو يجازيوا الدرية، ينقدوها عندها 18 سنة 19 سنة راه حاملة دابا شهرها. لكن شي جمعيات ولا محسنين يتعاونوا مع هاد الدريه القانون غيزلان. كانت تتواجه في الحومه درف الشرفه، كانت زايده في درف الشرفه، كل شيء تعرفها تما. حاليا دابا في الهراويين